أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم من الداخل، وهذه المرة ننتقل بكم إلى الجنوب. هذه المنطقة التي لا تختلف كثيرا عن باقي الأراضي في 48، وموضوعنا لهذا اليوم العنف المستشري في الداخل الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب، وتقريبا لا تختلف منطقة عن أخرى من حيث القتل بين العائلات في الداخل الفلسطيني، ولكن آخر هذه الأحداث كان في منطقة النقب والتي راح ضحيتها 3 أشخاص في الآونة الأخيرة في النصف الأخير من شهر رمضان، وأيضا في أيام العيد عيد الفطر السعيد. هذه الخلافات بدايتها كانت على أمور بسيطة، ولكنها تطورت وتفاقمت إلى أن وصلت إلى استخدام السلاح وإطلاق النار، وهذا يقودنا إلى الحديث عن العنف بأشكاله المختلفة، خاصة وأن منذ عام 2000 وحتى يومنا هذا الرقم الذي يتحدث عنه الجميع هنا وفق الإحصائيات وصل إلى 1073 قتيلا عربيا، كلهم قتلوا بأيادي عربية. أيضا بالمقارنة هناك نحو 53 فقط الذين قتلوا على يد الشرطة الإسرائيلية في أحداث مختلفة. هذا الرقم الكبير يعتبره الكثير من العرب في الداخل بالفاجعة، ومنهم من وصف ذلك بالكارثة وبالحرب الحقيقية التي تدور في الشوارع العربية في الداخل الفلسطيني. عند هذا الأمر توقف الكثير من رجال الإصلاح، خاصة وأن القضاء العشائري الذي لعب دورا كبيرا في حقن الدماء بين العرب تراجع في الآونة الأخيرة، وهناك لغط كثير حول ماهية ودور هذا القضاء العشائري والإصلاح بين الناس، وكيفية تحويله من قضاء نزيه عمل به العرب هنا على مدى سنوات طويلة بل عقود طويلة، في الآونة الأخيرة بدأ يأخذ منحا آخر، ومنهم من يصف ذلك بأن القضاة العشائريين ربما هم المسؤولون عما يجري نظرا لاستخدامهم القضاء وتحريفه عن مكانه الصحيح. هذا الموضوع أعزائي المشاهدين نتناوله من جوانبه المختلفة، كيفية العمل من أجل حقن الدماء، وكيفية التحرك قبل أن تتفاقم الأمور وتصل إلى ما يحمد عقباه ويقع المحظور من خلال استخدام السلاح والقتل. هناك من يقول أنه لابد من أن يكون هناك توعية للطلاب في المدارس وفي المساجد وفي كافة أماكن الأندية، وأيضا الدواوين التي يجري فيها الحديث حول هذا الموضوع والتي يشارك فيها أحيانا أيضا الشباب، لكن هذا الموضوع بات غائبا، وبشكل تدريجي تسير الأمور في اتجاهات أخرى. إذن حول هذا الموضوع نتحدث في هذا اليوم مع أحد أبرز القضاة العشائريين والذين كان لهم دور كبير أيضا في الإصلاح ما بين الناس، الشيخ إبراهيم العمور في قرية كسيفة في اللقية، وهو نائب رئيس المجلس المحلي أيضا في هذه القرية، وله أيضا دور في الإصلاح ليس فقط في منطقة النقب إنما أيضا في منطقة جبل الخليل والضفة وفي الجليل والمثلث وفي شرقي الأردن، حيث كان له أيضا هناك تحركات في هذا المجال، وربما تجاوز هذه المنطقة أيضا، وطبعا قبل سنوات عديدة كان له دور أيضا في منطقة غزة وغيرها للإصلاح ما بين الناس، طبعا إلى جانب العديد من القضاة العشائريين. لديه أيضا موقف من تحويل هذا القضاء وكيفية الحفاظ عليه وعلى نزاهته من أجل رأب الصدع ما بين الأهل والمتخاصمين في النقب. باسمكم أعزائي المشاهدين جميعا نرحب بالشيخ إبراهيم العمور. أبو محمد أهلا وسهلا بك معنا. شكرا. أهلا وسهلا أخي العزيز. أولا اسمحوا لي أن أعزي إخواننا في المنطقة الجنوب في الأحداث الأخيرة المؤسفة التي حصلت في أيام العيد، عيد اللي هو عيد صيام شهر رمضان المبارك الذي هو بالنسبة للمسلمين مقدس، وللأسف حدثت ما حدث الأحداث وراح ضحية الأحداث 3 أشخاص أبرياء بدم بارد للأسف بدون أي سبب يذكر. إننا نعزيهم ونتعزيهم جميعا ونشد على أيديهم ونتمنى منهم أن يتحلوا بالصبر والسلوان ويكونوا
آخر ما نتمنى أن آخر ما يحدث في هذه المنطقة الواسعة، وللأسف العنف توسع بشكل رهيب ومؤسف في الجنوب وخاصة في والوسط العربي عامة. هذا العنف نعتبره احنا آفة من أشنع الآفات في التاريخ. كان مرة بتسمع في التاريخ إن مرة في كم كل سنة بيحدث حادث قتل، وكان غريب جدا. اليوم صار كل يوم، كل أسبوع، كل شهر للأسف. فهذا إشي بعد بحث مع رجال الإصلاح ورجال الأمن والوجهاء المحترمين في المنطقة لم يوجد أي سبب لهذه الأحداث المؤسفة التي حصلت. بعد فحص وجدنا أن الأحداث والأسباب تافهة جدا، وللأسف بيشاركوا فيها ناس مثقفين ورجال أعمال. استغربنا جدا أن يوجد دائما في الأشياء اللي بتحصل ناس مثقفين ورجال أعمال، بغض النظر أن كانوا الناس الوجهاء، الناس الأولين الأصليين الوجهاء المحترمين، كانوا إذا بيعطيك كلمة خلص كلمة، إذا بيقول لك في عطوة في وجه بيلزم وبيلتزم. اليوم للأسف بيعطوا وجه، بيرموا وجه، بيعطوا عطوة، في نفس الساعة بيصير واحد جاهل أو واحد ما عنده مسؤولية لهذه الأشياء اللي هي بتحقن الدماء، وعليهم يا أولاد عليهم، والجميع وراء للأسف. فهذه الأشياء اللي بتحدث اليوم هي عدم السيطرة على الأمور. نعم، هنا يعني سنوسع كثيرا في هذا الموضوع ونتحدث أيضا عن الوجه والعطوة وكيفية سير هذه الأمور، ولكن ولا نريد أن نتحدث كثيرا. طبعا هناك الكثير من الأحداث، وربما حتى في منطقة الشمال كانت أحداث القتل أكثر من منطقة الجنوب، ولكن لو نتحدثنا قلت أن الأسباب تكاد تكون معدومة أو أسباب بسيطة جدا، هل تعتقد أن جمع العرب في النقب في قرى ثابتة ساهم إلى حد ما في افتفاقم هذه الإشكاليات، خاصة القضايا تتحدث حول دنمات أراضي أو ممرات أو ما إلى ذلك؟ اللي بتحكيه صح جدا. القرى والمدن صارت الناس مختلطة، يعني الجار ما كان من نفس العائلة، اليوم جارك مش من نفس العائلة. ولكن الأشياء اللي بتحصل هذا ما في أي سبب أن يوصل لقتل ناس أبرياء مهما كانت الأسباب. نعم أن الضغط بولد انفجار، والناس مضغوطة من ناحية أسكان ومن ناحية أراضي، الناس اللي سلبوا أراضيهم واليوم موجودين في الجماعات، يعني بيشوف كل شبر أرض بالنسبة له هذا فرج. لكن مع كل هذا احنا لازم نسيطر على الوضع. البني آدم أهم من الأرض وأهم من الدور وأهم من الأسكان. بتقدر تتفاهم أنت وجارك، اللي لك لك واللي مش لك مش لك. لكن احنا بيجوا الأحداث الأخيرة اللي حصلت في رهط على أشياء أراضي، قسم بسيط جدا أرض عامة ليس لهذا ولا لهذا، وهذا اللي حصل في رهط. ما كانت الأرض هذه لسه لا هي ثابتة لا لهذا ولا هذا، هذه حدود يعني قسم أرض بسيطة جدا صغيرة بسموها أرض عامة لسه، والكل بيقول هذه لي وهذه لي وهذه لي. لكن هذا لا يعطي شريعة أو حجة أنك أنت تعتدي على جارك أو جارك يعتدي عليك، لأن الخصام والأشياء الإشكاليات بتنحل بالتفاهم بالحوار. في ناس فعلين خير بيعطيهم مجال بيحلوا كل قصة، ما في إشي ما له حل. بس لما يشارك العنف ويستعمل العنف بيمنع الحلول اللي هي لازم تكون. كمان مرة بعيد وبقول أن العرف والعادات الموجود كان قبل اليوم همشوه مين؟ الناس الشباب والناس اللي مثقفين والناس اللي هم بيعتبروا حالهم واعيين. للأسف كان الرجل الواعي اللي مش قبل عشائري أو قاضي قضاء أو قاضي عرف وعادة، إذا بيعطيك كلمة بيلتزم فيها. اليوم الناس اللي موجودين هذولا اللي بيعتبروا حالهم هم مسيطرين في الوضع أو على أهليهم أو على عائلاتهم، بيقول لك إيش معنات عطوة هذه؟ إيش معنات وجه؟ ما بيسوى إشي، يعني طز في الوجه وطز في اللي رمى الوجه كمان، يعني بيهين كمان الناس فعلين الخير.
فهذا شيء مؤسف جدا وظاهرة موجودة في الوسط العربي بصورة عامة. طب في النقب يعني كان منبع للقضاء العشائري وأيضا في جبل الخليل وفي غزة وجزء من الضفة وأيضا في الأردن، ربما حتى يعني هناك في الأردن في المملكة الأردنية الهاشمية القضاء العشائري له دور مهم جدا في حل النزاعات. لماذا باعتقادك في النقب تراجع هذا الموضوع؟ هل هناك دور مثلا للأجهزة الأمنية، الشرطة الإسرائيلية مثلا، أو المحاكم الإسرائيلية التي لا تتعاطى كثيرا مع هذا الموضوع؟ الشرطة في إسرائيل لها دور في حالة ما أنت بصير أشكال تتصل في الشرطة بتيجي الشرطة، لكن الشرطة ما بتتدخل إلا بعد ما ينتهي الأشكال، اللي صار مضروب مضروب واللي مات مات، بيصيروا ياخذوا بفكروا مين ياخذوا مين اللي اعتدى ومين اللي سوى ياخذوهم على السجن. فهي مش مشكلتنا احنا، السجن اللي ما في عليه شهود ولا اثبات بينحبس يوم شهر وبيطلع. وللاسف احنا في عندنا عادات وتقاليد لو شاف القاتل ما بيشهد عليه، وهذا من اخطر الاشياء. يعني في ناس بيشوف واحد انه عمل جريمه بيسكت عليها، ليه؟ ما بدي اسوي مشكله لجماعتي، بكره بجي اشهد في المحكمه. وهذا المنطق الاسلام بيقول لك انك انت يعني اللي بتستر على جريمة كأنه فعلها، وللأسف هذا موجود في الوسط العربي بصورة عامة. العرف اللي موجود اليوم مش هذا العرف العشائري اللي كان موجود على أيام أبوك وأبوي وأجدادنا وأجداد أجدادنا. كانوا الناس صادقين وما بياخذوا مقابل هذا شيء. اليوم للأسف يوجد في الوسط العربي وخاصة في النقب أناس بدون ذكر أسامي بيعتبر حاله حل او يدافع عن واحد ضعيف مقابل مصاري. هذا السبب الرئيسي اللي هو بيفشل العرف والعاده وما بيعطيه شرعيه وما بيعطيه قوه الناس يامنوا فيه. فهذه الظاهره موجوده في قسم من الناس، لكن الخير موجود في الاكثريه، هم رجال اصلاح وبيعملوا بدون مقابل. هذول الناس احنا بنحييهم ونشكرهم ونشد على يديهم، وهم القوة اللي لازم تكون موجودة في المنطقة بصورة عامة. الناس اللي بيشتغلوا لمصلحة الأمن والمواطن وحقن الدماء بصورة عامة بدون أي مقابل بدون أي هدف شخصي. طيب يعني بالنسبة للقضاء العشائري بماذا يختلف عندكم في النقب عن مناطق أخرى، عن الضفة وغزة والأردن؟ الضفة الغربية يختلف العرف والعادة عندهم، لا سمح الله لما بيصير حادث قتل بيعطوا عطوة أمنية في نفس اليوم، في نفس اليوم اللي بيصير فيه القتل بيعطوا بياخذوا عندهم عرف وعادي، بيطعوا عطوة أمنية سنة من الأول يوم، وبيعطوا مجال للناس اللي فعليا الخير الوجهاء إنهم الجاني يرحل أول شيء يغادر المنطقة، الجاني القاتل واللي مش جاني وما أشترك هذا الإنسان ما في أي حق إن الناس يرحلوه أو يعتدوا عليه أو يأذوه. فبيفحصوا في الوقت اللي بيطعوا فيه العطوة هذه مين اللي شارك في الذنب ومين ما شارك. اللي ما شارك حتى لو كان أخوك في الأسلام وفي القانون، لا يمكن أنك تعاقب إنسان لا شارك ولا أساسة ولا واسة في ذنب حصل. كل إنسان مسؤول على ذنب اللي بيسويه. ولو إحنا نتعاون على هذه الطريقة كمان اللي أقول الأسلام، إن الإسلام الإنسان اللي ما شارك ولا ساسة ولا واسة حتى لو كان ابنه ما هو مطرود فيه ولا بحق إنك تأذي محل واحد. يعني اليوم للأسف في عادات وتقاليد عندنا، يعني إذا واحد من العائلة أو من العشيرة هذا واحد أو كتل واحد بهمهم أي واحد في العائلة لو ما كان موجود، حتى لو مش القاتل، أي واحد من أهله، حتى لو مش أخو الكاتل أو ابن عم الكاتل، المهم من العائلة يقتلوه، من الخمسة ثأر يقتلوه يعني. وهذا من يعني من أنكر الأشياء في العالم وفي الأسلام وفي الناس المتحضرين. يعني أنا بعرف أن في الوسط اليهودي عادات عندهم أو نظام أو قانون، يعني إذا واحد يقتل واحد أخو الكاتل ما بقول له أرحل، ما بقول له أرحل لأنه ما شارك أصلا، لو شارك بحطوه في السجن، بس ما شارك لا بقول له أرحل ولا بيحكوا معه. إحنا بيرحلوا اللي ما شارك قبل اللي شارك، اللي شارك في السجن وذاك اللي مسكين بيرحلوه بخلوه. اليوم ما في زي مكان عشائر يرحل وين يحط، اليوم ما بيقدر وين يرحل وين يحط. زمان كان يعني عشائر بيوت شعار مفتوحة، اليوم مش مفتوحة. حتى لو بدك انت ترحل وتلقي على محل ما تلقي وين تحط. واليوم اللي بدك تدخل عشيرة ثانية ما عندها محل وين تحطك فيه، اللي في القرى خاصة واللي برا ممنوع.
وكيف التنبه لمثل هذه القضية؟ فعلا يعني كان زمان العشائر بترحل من خلال بيوت الشعر وما إلى ذلك. اليوم كان في حرية للعشائر كاملة. اليوم النظام والقانون الإسرائيلي حدد الناس وحدد يعني تحركاتهم، حتى اللي موجود على أرضه ممنوع يبني خيمة لو جاء عليه طنيب أطنب عليه ودي يحط له خيمة يأوي فيها ممنوع. وهذه الظاهرة موجودة بس في دولة إسرائيل. فالأردن أنا كنت زي ما أنت قلت العشائر موجود دور للعشائر، لكن الكويس هناك أن بالنظام والحكومة الأردنية بتدعم العرف والعادة، واللي بيعتدي وما بيمشي الطريقة الحكومة بتحطه في السجن لحد ما يسلك ويمشي ويعطي حق الثاني له. يعني الدور الوجهاء والعشائر له دور كبير لأنه مدعوم من النظام من الحكومة ومن الديوان الملكي. وأنا كنت وشاركت في أشياء كثيرة موجودة. لو أحلى النظام والقانون بيساعد الناس الوجهاء وبيعطيهم شرعية، لأنه يقول له هذا إنسان مذنب وهذا إنسان مش مذنب وبيطبقوا هذا الكلام، احنا بتصلح الوضع احسن من الوقت الحالي كثير. لكن اليوم النظام الموجود والشرطة الإسرائيلية بتقول لك انا اللي اعتد عليه قدم فيه شكوى. طب انت بتقدم شكوى بعد متأخر، ما هو لما بيجي بده يقتل ولا يجرم هو ما بينبه على حد، بيسوي جريمة وبعدين اقدم شكوى. وبعد الشكوى ايش بتنفع بعد ما صار اللي صار؟ لكن في نظام وفي ناس بتخبرهم بياخذوا احتياط قبل. الدولة الأردنية بتاخذ احتياط لما يصير لهم خبر، بياخذوا احتياط قبل تحصل الجريمة. احنا هنا بناخذ احتياط بعد ما تحصل الجريمة. طيب انت قلت يعني انه صعب جدا الان ترحيل عائلة بأكملها، ولكن حدث بالامس القريب في رهط ان رحلت عائلة معينة اتهمت بقتل وتم ترحيلها الى منطقة اخرى. للأسف احنا كنا وانت كنت طبعا احنا كنا في الدور هذا اللي هو بين اخواننا في رهط اللي هم كانوا جيران. واول ما حصل العنف توفى شاب اللي ما له ذنب ولا له وقتل مش فتوجهوا الناس فعليا الخير وقالوا انتوا يا الطرف الثاني متهمين في القتل لازم تغادروا، وفعلا غادروا في منطقة عرارة. فبعد احنا ما تقصرنا الحقائق لقينا اللي هم كمان هم ولي بنت انصابت باطلاق نار من الطرف اللي رحل، واليوم موجوده في المستشفى وضعها صعب جدا. يعني كل لحظه هي في موت سريري، يعني في حاله موت سريري موت سريري اكيد. وهذا اللي بيقوله الاطباء والامن بيقولوا يعني اذا نرفع عنها الاجهزه تتوفى خلال دقائق وما في اي امل يعني انها تعيش. ففي الحاله هذه احنا توجهنا كمان للجماعه الطرف الثاني اللي هو أهل الشاب، وقلنا لهم يا جماعة في حالة ما توفى البنت المفروض أن الجماعة هذول بدهم يرجعوا ويجلسوا بنتهم ويقعدوا في بيتهم من ناحية منطق. إذا هو حصل كتل من الشقتين صار يعني دم قبل دم قبر قبل قبر، فهذا شيء شرعا يعني لا يجوز. ما في واحد أحسن من الثاني، مع أنه للأسف ما كان لازم يحصل. وهذول الاثنين سواء البنت ولا الشاب شباب كلهم، شاب عمره 17 سنة البنت عمرها 20 سنة، ما لهم لا ذنب ولا لهم أي دور في العنف اللي صار، إلا مجرد أهاليهم جروهم أو جروا بعضهم لأشياء هم كانوا غنيين عنها. فكمان مرة احنا بنناشد جميع الزعامة والقيادة العربية في عرب 48 انهم ياخذوا زمام الامور في ايديهم ويسيطروا على الوضع. ودائما كل عشيره وكل عائله وكل بيت ما في قائد سليم وبيسيطر على الوضع ما بيعطي الجاهل، الجاهل عدو نفسه في التاريخ يعني. نعم، حتى لهذه اللحظه دوركم اقتصر على انه عندما تحدث المشكله تتحركوا بشكل فوري بدون ان يدفعكم احد، وتستقصون الأمور وتتحدثون مع العائلات، وفي نفس الوقت يعني إما تأخذ وجه أو عطوة أو ما إلى ذلك، وبعدها تبدأ حسب طبعا حجم القضية. إذا كانت قضية قتل الأمور بتكون معقدة أكثر. ومن أجل يعني حتى اللحظة، هل تذكر يوما أن في هناك قضية قتل مثلا تم حلها من خلال دفع دية، أم أن الأمور استمرت وكان هناك ثأر وما إلى ذلك؟ اليوم اللي بيسمع من كل إنسان مسؤول ووجيه موجود وعنده مسؤولية، ومن الجانب اللي هم رجال الأصلاح بيسمع ما بيستنى واحد يقول له تعال،
إذا بيسمع أي حدث هو من حاله بلم جماعة محترمين فاعلين خير وبتوجهوا لوين ما صار الأحداث وبسوا اللي بيقدروا عليهم، لكن للا سكون مرة مش مدعومين لا من الأطراف المعنية ولا من الجهة القانونية، فهي قوتهم يعني محدودة. يعني احنا كنا قبل 3 أيام في رهط، في شرطة رهط اجتمعنا بقسم من الإخوان اللي هم أهل الشاب، فاحنا كنا نتفاهم احنا وياهم بحضور الشرطة من أجل أن نكونوا جاهزين لأي تحركات أو أي توقعات، لأن الطرف الثاني كمان عنده مصاب والمصاب في حالة خطرة، في حالة ما يتوفى أنهم يتقبلوا اللي صار للأسف وفكروا في الطريق الحل اللي صار ما بيرجع أصلا. لكن احنا لما نعالج العنف بعنف ولا نعالج الغلط بغلط هاي بتكلف أرواح، تتوسع دائرة العنف، وهذا دائرة العنف بالأخير بتوصل لدمار، بتوصل لطريق مسدود. فاحنا بنعاني اليوم من قسم من العائلات والعشائر ما بيتفاهموا معك وبيتعاونوا معك، ورجال الإصلاح هم في حاجة أن يتعاون معهم أول شيء النظام القانون، ويتعاونوا معهم الأطراف اللي حصل عندهم الإشكال، بدون لا يتعاونوا معهم ويعطوهم صلاحيات ويقول لهم يا جماعة احنا اللي حصل مؤسف، واحنا بنكلف الناس اللي هم ثقة فيهم، هم حرين يختاروا من يقدر يقول انا مختار فلان وفلانتان، وواحد هذا يختار الناس اللي فيهم ثقة وفي ناس فيهم خير، انهم يقولوا احنا يا جماعة هذا اللي صار، اسمعوا اللي صار والاسباب واللي تحكموا علينا بيمشي، لان اللي راح خسر على الكل، والجاي ما ودنا احنا نخسر ولا اي قطرة دم، هذا حرام. فاحنا كمان مرة وضعنا صعب جدا، الوضع الحالي في كل الوسط العربي في 48 وخاصة في النقب، النقب في السنين الأخيرة راحوا عشرات بدم بارد ما في أي سبب. طيب الآن نعود إلى قضية القضاء العشائري ودوره في محل هذه القضايا. يقول الكثير أن القضاء العشائري كان له دور مهم جدا في حقن الدماء، وكانت تسمع الكلمة في تلك الفترة، والوجه ما بيتم تقطيع الوجه كما يقولون، ويلتزمون حتى كل أفراد العشيرة بكلمة رجل واحد يقولها. اليوم تحولت الأمور كثيرا، كيف لنا أن نحارب هذه الظاهرة، ظاهرة الابتكارات الجديدة التي دخلت وهي دخيلة على مجتمعنا العربي في الداخل؟ كيف لنا أن نقوم بوضع حد يعني من خلال ربما حتى عدم الاقتضاء والاحتكام عند هؤلاء الذين يجرون الأمور إلى توسيع دائرة العنف؟ كمان مرة الفرق بيننا وبين الأردن أو الدول العربية، فالأردن صاحب الوجه اللي بيكون فيه وجه فلان على فلان ووجه فلان على الطرف الثاني، إذا بيسمعوا فيه تقطيع وجه بيقوم لحاله صاحب الوجه، ما بيستنى واحد يجي يعطيه مصاري ويقول له أنا ضربت في وجهك أو اعتدوا علي في وجهك مشان أقومه، بيسمع لحاله بيتوجه للطرف الثاني بيقول لك أنت قطعت وجهي ما احترمت، بدك تقعد، بيقعدوه وبيخسروه وبيقعدوه في كل اللي صار وزيادة شوية بدون تكليف من الطرف الثاني اللي هو الضرر. احنا اللي عندنا حاجة سلبية جدا، يعني بقطع الوجه كل يوم، بقطع الوجه في العطوة بتصير احداث دغري على طول، ممكن ترمي عطوة هسه بين الطرفين بعد ساعة بتصير مشكلة. صاحب الوجه وصاحب الوجه مرمي على العطوة او على الوجه بيسمع عارف 100% ان وجهه تقطع، بيستنى لما يجي يعطيه مبلغ مصاري زي ما هو وده، وبعد ما بياخذ المبلغ بياخذ ناس بتوجه على الناس اللي هم ادعوا انهم قطعوا الوجه. هذه أشياء سلبية، هذه دمرت العرف والعادة، ما بتخدم العرف والعادة، والناس صاروا يستهينوا في العرف والعادة لأنه مقابل مصاري. فكل حاجة مقابل رجل أعمال أو رجل خير فعل خير رجل أصلاح ودي يقوم يتوجه مقابل أنه أخذ مصاري من طرف معين، الناس ما بيسمعوا له، نقطة. وهذا سبب يعني سبب ضعف العرف والعادة والتقاليد اللي احنا كنا ماشيين عليها منذ مئات السنين. الظاهر هذه أضعفت العرف، أفقد القضاء العشائري هيبته، أضعفت رجال الأصلاح بصورة عامة، واللي بيأخذوا مصاري هم أقلية لكن غطوا على الكل.
هذا من أسوأ الحجات، إن في ناس مضر، في ناس مقتول أو مضروب أو معتد عليه، في حالة ما إنه بدك تجي هو يجي بقول لك يا عمي أنا ضررت، ضربت في وجهك وهانوني في وجهك، بهدروني في وجهك، مش بقول له حياك الله بقوم ناولني مصاري، وإذا ما ناول مصاري بقول له روح روح. هذه أخطر من العنف اللي بيصير، أخطر من العنف اللي بيصير. بقول لك كل واحد بياخذ مقابل إن يقدر يقوم في وجهه أو يقوم في الواجب اللي عليه مقابل مصاري مسبقا، هذه أخطر من العنف اللي احنا بنواجهه اليوم. هذا أفقد القضاء العشاري هيبته واحترامه. طب هل بإمكان مثلا أو يعني عندما تحدث مشكلة معينة و بيكون في بيت مثلا للالتقاء فيه، بيت قاضي عشائري، وأنت تعلم أن هذا القاضي العشائري مثلا كما تقول أنت يعني بده يأخذ مصاري وما إلى ذلك، بإمكانك أنك ترفض مثلا اللقاء عنده؟ لو كل الناس الواعيين هذول الناس لا يلاقوا عندهم ولا قاضوا عندهم اللي بيأخذوا مصاري، والرزقة في الأردن محدودة بحددها النظام. إيش معنات الرزقة؟ إذا أنت بتتكلف لناس جو عندك بدك تحلهم، تكلف لهم مصاريف أو بتغديهم أو بتعشيهم أو بتمشي وبتيجي تأخذ مصاريفك، مسموح لك أنك تأخذ ما تحط من جيبتك. هاي بسموها الرزقة، اللي بسموها الرزقة. لكن احنا الرزقة هني بيجوا عند اليوم الظرف، نقول لك كل واحد رزقتي 5000 دينار ولا مكلف ولا في حاجة، هم بيجوا على البيت وهو مش مكلف ولا حط ولا حاجة، بياخذ 5000 دينار من هذا و 5000 دينار وبيقدموا عنده بقاضوا عنده، وإذا ما عجبهم في قاضي ثاني والثالث لحد ثلاثة، ممكن الثلاثة كل واحد ياخذ 5000 دينار في الأخير ما يحلوهم، لأن الحق ما مقابل مصاري عمره ما كان نزيه ولا هو نظيف. الحق المزبوط حتى العرف والعادة بيرتكز على الشرع، النظيف اللي هو نزيه القاضي العاقل بيسمع، وإذا ما كان عندي معلومات كافية توجه للشرع بيعطي مجال، مش شرط أني أنا أجو عندي قاضي ناس اليوم سمعت من الطرفين بقول لهم أنا سمعت، بعد أسبوع بعد 3 أيام بتجوا بتاخذوا حقه، احنا بياخذ المصاري وبعد 5 دقائق بقول له هذا لك وهذا مو لك، لا بيسأل شرع ولا بيسأل القانون ولا بيسأل النظام ولا بتقص حقائق ان هذا صادق ولا كذب، خلاص يعني نقطة اللي قاله مقدس، وهذا أكبر غلط. القاضي المحكمة المركزية أو الصلح بيسمع الناس المشتكيين وبيفتح ملف ومحضر وبيسجل، ما بيعطي قرار في نفس اليوم. من هو أنا لمني أنا لا عندي دفتر ولا قانون ولا بتوجه للشرع ولا بتوجه للنظام الإسلامي ولا بارتكز على أي حاجة، من اللي بيجي في رصيب بحكي هذا كمان عرف غير عادل مرفوض. لم تجبني على السؤال إنه في حالة مثلا أنا رفضت أني ألتقي عند فلان بإمكاني أنه كل ما بدلت بإمكانك أنك أنت أنا هذا القاضي أنا ما بمروح عليه، أنا ودي قاضي نزيه بيخاف الله أول شيء وبيحكي كلمة الحق هذا مقبول، وأنا ما بقول لك كل في ناس خيرين وفي ناس اللي هم بيتقوا الله وفي ناس اللي ما بياخذوا مصاري وفي ناس اللي بياخذوا، للأسف اختلط الحابل مع النابل، والناس أنا بلوم الناس اللي بيعرفوا الناس اللي هم اللي بيخدموا مقابل مصاري أو مقابل مصالح شخصية، ولا لازم بتوجه لهم بس مقابل أن ينكد على الطرف الثاني، يعني بيدفعوا مصاري على أساس أنه يحاول بس ينكد على الطرف الثاني، وعارف حاله أنه ما بياخذ شيء، بس أنا بدي أدفع وأنكد على مين؟ على الطرف اللي أنا خصم أنا وياه. في الحالة هذه أنت قطعت الإصلاح بينك وبين الطرف الثاني. في ناس أنا بعرف أنهم بيدخلوا بين عائلة بكلفهم بياخذوا منهم مبلغ اللي هو بيمنع الصلح بين العائلة، ليه؟ الكل بيتذكر إيش خسر من وراء قرابته أو من وراء جاره، فهي يعني ما بتقرب الناس للإصلاح، تبعدهم أكثر. هذا الظاهرة. نعم أنا نعرف أنه مثلا في حالة اختلف خصمان بيتم بداية بيت ملم بيسموه، أنه خلال هذا البيت تطرح القضايا، بعدها بيصير قضية أنه بخط ثلاثة اللي هم ثلاثة بيوت، لما في خصمان في إشكال بينهم وبودي واحد بيقول أنا لي عندي فلان حق ووديه، الطرف الثاني بيفحص الأمور بيقول له اسمع يلاقيني عند القاضي الفلاني، بتلاقوا عند القاضي الفلاني طبعا بيكونوا بيتكافلوا، يعني كل واحد كفيل معه، كل واحد كفيل معه، وإذا مش كفيل معه أول شيء بيتكافلوا، وبعد القاضي بيقول لهم تكافلوا، وكل واحد بعد الكفالة يحط يقدم رزقته ويقدم حجته. الكفيل هو الذي يدفع في حال مثلا كان هذا الإنسان غريب يعني
مديون بحق معين وطلع الحق عليه مجبور يدفع في الكفيل بقول عندي في حالة كفيل هذا اسمه كفيل صملان، يعني بدي على الطرف الثاني اللي بياخذ كفيل، اذا انا كل ما بيطلع علي من عند القاضي بتوجه للطرف اللي انا اللي عليه ما بيدفع، انا بتوجه للكفيل، ما بتوجه للكفيل راسا، طبعا بتوجه لغريمه قبل، هذا بعد ما يطلع حق له من عند القاضي او القاضي الثاني او الثالث، واذا في حاله ما غريمه يدفع بتوجه للكفيل، والكفيل كمان له دور كبير، ما بيدفع دغري غير بده ياخذ كمان شروط، فهي مرات بتوصل لطريق مسدود. فهو الاحسن دائما ان الانسان لما يتوجه لقاضي، القاضي يسمعهم اول شيء، بعد ما يسمعهم طبعا هو وده ضمان لطلوع الحق بحق له وبياخذوا كفل، بس يكونوا اشي يعني راس الحكمه انه يكون الحق هو عادل، والانسان لما يكون مجرم او عليه ذنب او عليه حقوق للناس ويدفعهن هاي مش غلط، وهذه قمه النزاهه وقمه المنطق، انك انت اذا انت قوي وتاكل واحد ضعيف لا يمكن، ولا بيسمح له لا الاسلام ولا العرف والعاده ولا الناس المسؤولين اللي عندهم، يعني بيعرفوا اني انا في واحد ضعيف في واحد قوي، الناس مع الحق مش مع القوي والضعيف ما له دور. في خوف على القضاء العشائري انه يندثر، خايف انت من هذا الشيء؟ احنا الحين في اخطر الانقراض العرف والعاده ما له دور اصلا، يعني بلاش نضحك على انفسنا، يعني ما دام بتقول في عطوة وبيغدروك في العطوة، في وجه وبيغدروك في الوجه، الوجه كان إذا بيرموا الوجه وهم بتهاوش بيقول لك عليك وجه فلان ووجه فلان، بوقفوا فلان غايب، احترام للوجه وكرامة للوجه، لأن الوجه بكرة إذا أنت بتتعدي في وجهه بيقوموا عليك وبيخسروك أكثر من اللي سويته، فالناس بيسووا حساب أول شيء احترام للوجه، والناس دائما لما بيجوا وجه فلان هذه بتكون يعني زي اللي قال الله جاب الله يرحمنا، بلاش نعطي الواحد يكل الثاني، وعليك وجه فلان الكل بيقول يا ريت الله يسوق لنا ناس يمنع الشر، فهي لها من عدة جوانب، ان كلمة عليك وجه فلان هذه كويسة لكل لجميع الأطراف، يعني انت مرات ما بدك تعطي عزة، ما بدك تسوي شيء اللي ما بدك اياه، بتستنى من واحد فعل خير يقول لك عليك وجه فلان لما نحلكم، بيقولوا بارك الله فيك ويخلف عليك وبيحترموا الوجوه، اليوم لا، الوجه ترميه بحذاء ورضاء وما بيمسك ساعة زمن، بيجي جاهل بيتمرد على الطرف الثاني العقال وراه، هذا ما كان، اليوم لو انهم العقال ورا الجاهل ما بيمشوا، بيطلع الجاهل اذا غلط يخلوه لحاله والطرف الثاني اثنين ما بيسووا جريمة، بس جريمة لما كل الطرف الثاني بيمشي وراء الجاهل 100 واحد بيفزع وراه والثاني 100 بيصيروا 200 يتشابكوا، ال 200 هذول لا الشرطة بتسيطر عليهم ولا الفاعلين الخير بيسيطر عليهم، يعني انت مرات بتحصل تحضر طوشة للأسف، احنا بنكون يا فاعلين الخير 5 انفار بيصيروا يتهاوشوا 100، احنا الخمسة قديش بنمسك 5 من يمسك الباقيين؟ هذه الظاهرة موجودة، يعني ما بيختصروا على الناس تهاوشوا، اللي تهاوشوا افرض اني من عندي انا او من عند الطرف الثاني، احنا يا العقال ناخذ مسؤوليه ومن اول شيء بنحلهم مع بعضهم وما بنتحيز هذا اقرب لي وهذا ابعد. هذه الظاهره موجوده في الوسط الجنوب اكثر شيء. يعني حتى في ناس اليوم بقول لك انا زهقت طلعت انا ابن عمي ما بجيبه. لكن لما تحصل طوش بتلقاه اول واحد. وبقول لك انا طلعت في عندي في بيت فلان وفلانتان او فلان مشمس او فلان طلع عنه، لما بصير هوش بتلقاه مشارك اول واحد، يعني ما بيحترموا ايش معنات انت التزمت، اللي بيطلع في العرف والعاده ما بيشارك في اي حاجه. طيب شكلتم مؤخرا لجنه هي ليس فقط للإصلاح إنما هي لتكريم رجال الإصلاح على اسم المرحوم الشيخ عبد العزيز السيد الذي كان له دور طبعا كبير جدا في الإصلاح، وهناك روايات نسمعها عنه هذا الرجل أن البعض يتحدث عنه، يعني يسأل سؤال حول قضية معينة فيبادر بشكل سريع جدا للحل، وكان مدرسة فعلا في هذا المجال من أجل الحفاظ على هذا النهج
القضائي الصادق، شكلتم لجنة وشارك في هذه اللجنة شخصيات هامة جدا من وسطنا العربي في الداخل من الجليل والمثلث والنقب، وانتخبتم البروفيسور القاضي أحمد ناطور رئيسا لهذه اللجنة وأنت عضو في هذه اللجنة. الهدف من ورائها هو تكريم رجال الإصلاح. ما المقصود بتكريم رجال الإصلاح؟ يعني هل هو فعلا أنتم الآن دخلتم في طريق جديد من أجل أن تكرموا فعلا ما قلت عنهم قبل قليل اللي هم ما بيأخذوا الأموال بيحاولوا يصلحوا بالشكل الصحيح؟ وما هي الرسالة من هذا الموضوع؟ لماذا يعني من أجل مثلا الحفاظ على القضاء أو نزاهته وتحييد أولئك؟ الفكرة هذه اللي أنت بتحكي عليها، طبعا احنا دعينا في شهر رمضان عند في بيت المرحوم الشيخ عبد العزيز السيد، طبعا اللي قاموا في هذا يعني أبناء وانجاله وعلى راسهم محمد أبو عزيز، وكان داعي ناس وجهاء محترمين على جميع المستويات، منهم رجال قاضي المحاكم الشرعية في إسرائيل، رجل متقاعد ورجل له دور كبير ومعروف عالميا، فيهم وزراء فلسطينيين، فيهم من الجليل، فيهم من المثلث، فيهم من النقب. الخطوة هذه إيجابية جدا، واللي قام فيها واقترحها مشكور، وطبعا تركبت، والمؤسسة هذه أصلح مؤسسة قامت في الجنوب والشمال، وتشكلت من أعضاء ورئيس وأمين سر ومدير. طبعا المدير محمد السيد احنا بموافقتنا وانتخبناه بالإجماع، ورئيس اللجنة المؤسسة انتخبناه بالإجماع، ما كان في أي خلاف، وهذه المؤسسة قابلة للتوسيع من الناس الأوادم. واللجنة هذه عندها برنامج معروف جدا ونزيه، بتكرم الناس رجال الأصلاح اللي بهمهم حقن الدماء وبيشتغلوا لوجه الله تعالى ولوسطهم العربي، ما بتكرم ناس بيشتغلوا بتاجرفوا الناس. هذا أهم بند كان موجود فيها، والبند هذا مهم جدا. وكمان مرة احنا بنشد على ايد اللجنة هذه، المؤسسة هذه مؤسسة اول مرة بتقوم في الدولة، بيحكوا كان عن لجان اصلاح، ما بيحكوا على مؤسسة من النوع هذا، وفيها ناس عندهم ناس نظاميين قانونيين عشائريين. قضية الإضافة الأخرى كما سمعنا من الأعضاء أنه سيضاف لها شخصيات من الأردن أيضا، وربما حتى ربما من مصر أو من سيناء فهمنا، والعمل جاري على هذا الموضوع. هل تعتقد أن إضافة مثل هؤلاء يعزز أكثر عمل هذه اللجنة؟ احنا ما عندنا مشكلة اللجنة هذه تكون أكثر من قطرية جي يشتركوا فيها أعضاء، يعني هو تبادل خبرات ربما. اللجنة هذه أنا بأيد أنهم يشتركوا فيها أعضاء من الأردن، لأنه عندهم خبرة وجيب معلومات غير المعلومات اللي عندنا، من مصر مقبول، من غزة مقبول، من الضفة الغربية مقبول. بتعمل اللجنة هذه كمان بعد ما تتقص الحقائق تطلع وفد على الأردن، ترتيب منك أنت طبعا من رئيس البروفيسور أحمد الناطور مدير الجمع المؤسسة، وقعدهم مع رجال بيسمعوا معلومات ما هي موجودة في النقب. أنا فهمت أن اللقاء القادم سيكون عندكم، عندك الشيخ إبراهيم. طبعا أنا دعيت المؤسسة هذه بكامل هيئتها بعد الإفطار شهر رمضان المبارك اللي فات، وأنا بستنى منهم يوم في أقرب ما يمكن نستقبلهم، ندعي شخصيات بهمها الأمر، ونطرح الفكرة للي ما كانوا، ومنحترمهم ومنقدم لهم الواجب، ومنوسع البرنامج، وبنطلب من اللجنة هذه أنت شخصيا ترتب لهم زيارة للأردن في أقرب فرصة ممكنة، ويسمع من القضاء العشاري النزيه اللي هو موجود في الأردن مش موجود عندنا، نطبقه احنا إن شاء الله. شيخ إبراهيم العمور، أنت أحد أبرز رجال الإصلاح، والوقت يداهمنا يعني فاتت بشكل سريع دون أن نشعر بذلك، نريد منك كلمة أخيرة أولا لأهلك في النقب حول ما يجري من أحداث، ثم للمصلحين أيضا ما الذي تطلبه منهم من أجل يتحركوا، ورسالة أخرى أيضا لإخوانك الفلسطينيين في كل مكان كيف يجب أن يكون دورهم من أجل الحماية والوقف مع بعض من أجل حماية وحقن الدماء. أولا أنا بناشد جميع المواطنين في الدولة، بناشد جميع القيادات في عرب 48 والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، يمكنهم يكونوا يد واحدة يتعاونوا على الخير، يتعاونوا على حقن الدماء، يتعاونوا على إصلاح وعلى حلول، يتعاونوا على دعم الضعيف،
معتدى عليه يعني. نعم يتعاونوا في أشياء كثيرة، بتأمل أنهم يستنكروا جميع الأشياء اللي بتحصل. إذا الأشياء اللي بتحصل اليوم في البلاد هذه بتخجل كل واحد عندي ضرة كرامة أو عندي مسؤولية لعائلته. ما بصير إنسان لما بسمع بروح ضحية شاب لسه في العشرينات أو بنت لسه ما لها ذنب ولا ناقة ولا جمل، فاللي بصير هذا. فهذا كل واحد عاقل، كل واحد مسؤول، كل واحد عنده قدرة وما بيسوي كل اللي عليه تحمل ذنب عند الله وعند المواطن إمام الله وإمام الجمهور. كمان مرة بشكر البرنامج الفلسطيني والهيئات الفلسطينية اللي بتجامل اليوم، وحصل أن كان قيادة فلسطينية أنت طبعا رتبتها وجولت في كل البلاد في 48 من الشمال للجنوب للوسط. هذا ناس حسين أنهم بيهمهم مصالح المواطن العربي وين ما يكون، مش شرط يكون في السبع، مش شرط في النقب، مش في المثلث، في الجليل، في الضفة الغربية، في رام الله، في غزة. هذه خطوة جيدة جدا ولمسناها على مستوى عالي جدا. التواصل ما بين الأهل، التواصل مهم جدا من على مستوى حكومة وزراء لعشائر، هذا مهم جدا. هذا بقوي اللي احنا بنعاني فيه اليوم. التواصل أهم شيء اليوم اللي احنا كنا ما كان فيه اليوم احنا موجودين فيه. بتأمل أن نقوي جميعا ونتعاون مع بعضنا في السراء والضراء، وبنشكرهم جميعا على جهودهم، ونتمنى أن كمان يتحقق السلام الشرق الأوسط، تقوم دولة فلسطينية جنب دولة إسرائيل بكامل حقوقها وحقوقها وأراضيها، وتكون دولة بمعنى الكلمة في كل الأشياء زي أي دولة ثانية. الشعب الفلسطيني مضطهد ووصل الوقت أنه يأخذ حقوقه. وبشكر الزعامة الفلسطينية اليوم اللي هم بيتعاملوا بالسياسة، وطبعا السياسة هي بتجيب الحق أكثر من السلاح والعنف. نوجه كل رسالة كمان خاصة للرئيس أبو مازن وكل حكومته والمساعدين واللي بتعاونوا معه. نتوجه بنشكر أخونا أبو عزيز، اليوم هو منسق في مكتب الرئيس الفلسطيني لكل عرب 48 والداخل والخارج. نتمنى له التوفيق، وإنسان على قد المسؤولية ومش من اليوم بيشتغل، في له تاريخ معروف. أبوه كان رجل فاضل من أبرز الشخصيات في النقب، والله يرحمه توفى قبل عدة أيام. وجدت في رمضان قام مؤسسة ودعا رجال دين لإحياء ذكرى أبوه الوالد، وإحنا كنا عدة ناس أكثر من واحد، وكانت مناسبة طيبة لذكرى المرحوم بيستاهل. ووجدنا أن الشيخ موجود كيف اللي خلفوه قايمين في الواجب وزيادة، ونشكرهم جميعا. نشكرك جزيل الشكر الشيخ إبراهيم العمور على هذه الكلمات الجميلة والطيبة، ونأمل أن تصل كل هذه الكلمات لقلوب وعقول أيضا المواطنين هنا وللقيادات في كل مكان. شكرا جزيلا لك باسم كل المشاهدين. أنتم أعزائي المشاهدين، أتوجه لكم بالشكر الجزيل على حسن المتابعة. نلتقيكم في حلقات قادمة مع شخصيات أخرى وقضايا أيضا أخرى مختلفة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.